يعد جناح دولة قطر في إكسبو دبي 2020 المميز بتصميمه المعماري أحد أبرز التصاميم الهندسية المعاصرة، ويعكس المكانة الرائدة للدولة نحو التغيير إلى مستقبل مستدام مع الحفاظ على أصولها الثقافية والتراثية. ويسلط الجناح الذي يقع في منطقة الاستدامة بمساحة تقدر بنحو 920 كيلومترا مربعا الضوء على أبرز إنجازاتها الرائدة وجهودها في تحفيز الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مسيرتها في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وطرح أبرز مشاريعها الضخمة.